بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب كلية الطب في كل مكان، أهلا بيكم في محاضرة جديدة من محاضرات رينال سيستم موديول اللي بندرس فيها الاناتومي اند امبريولوجي اوف ذا رينال سيستم. خدنا قبل كده في البلاي ليست دي تو فيديوز اتكلمنا فيهم عن الاناتومي اوف ذا كيدنز والاناتومي اوف ذا يوريترز. قبل ما نكمل بقيه الاناتومي اوف ذا other organs of the renal system اللي هي urinary bladder and urethra، هناخد development of the kidneys. وزي ما انت شايف كده عنوان الفيديو ده development of the kidneys 1، معنى كده ان ده مش كل development of the kidneys، ده مجرد جزء من ثلاث اجزاء ليهم علاقة بالdevelopment of the kidneys and ureters. الجزء ده هنخصص فيه الكلام عن حاجة اسمها pronephros and mesonephros. طبعا ايه pronephros and mesonephros؟ دي كلمة نفروس اكيد معناها انها حاجة ليها علاقة بالرينال سيستم او ليها علاقة بالكيدني، يعني دولت تو سيستمز كده من السيستمز اللي المفروض هيبقوا مسؤولين عن الديفلوبمنت اوف ذا كيدني. وطبعا هنعرف دلوقتي يعني ايه pronephros يعني ايه mesonephros. هناخد بالنا بس ان شاء الله ان الديفلوبمنت اوف ذا كيدني اند يوريتر بالكونجنتال انوماليز اوف ذا كيدنز هتاخد معانا حوالي 3 فيديوز، ده اول جزء منهم علشان ما يبقاش كل فيديو فيه كونتنت كبير قوي وطويل عليك ويبقى صعب انك تفهمه. لا، قسمناهم لثلاث اجزاء بساط بحيث ان شاء الله كل جزء تقدر تفهمه وتقدر تذاكره كويس وتبقى جاهز انك تاخد الجزء اللي بعده وهكذا. معاكم في الشرح والتوضيح دكتور احمد فريد، مدرس الاناتومي امبريولوجي في كليه الطب جامعه عين شمس. نتمنى ان شاء الله ان المحاضره تكون سهله وبسيطه ويكونوا اجزاء خفيفه علينا ان شاء الله. دي اول صوره ببدا بيها الديفلوبمنت اوف ذا رينال سيستم. الصوره دي لازم ترجع لها من ايام الجنرال امبريولوجي وبالتحديد من ايام الفورميشن اوف ذا تريلامينر امبريونيك ديسك. طبعا عندكم هنا على القناه بلاي ليست كامله عن الجنرال امبريولوجي، ايفنتس اوف فيرست ويك وسكند ويك اند ثيرد ويك. انا عايز بس الجزئيه بتاعه الفورميشن اوف ذا تريلامينر امبريونيك ديسك. وزي ما انت شايف هنا احنا واخدين تي اس ان ذا امبريو اللي بدا بالفعل يعمل عمليه الفولدنج الى حد ما، بس طبعا لسه ما كملش الفولدنج. طيب يا دكتور حضرتك عايز مننا ايه بالتحديد في الحته دي؟ I want the structure of the intra-embryonic mesoderm. If you remember that we divided the intra-embryonic mesoderm into three types of mesoderm. أول جزئية خالص أو أول segment كان اسمها paraxial mesoderm، كان on either sides of the middle line of the embryo اللي كان بيبدأ يتكون فيه ال neural tube والنوتوكورد and so on. يبقى كان ده ال paraxial mesoderm اللي كان بالتحديد بيعمل حاجة اسمها سومايتس، والسومايتس دي كانت بتتقسم لسكليروتومز وديرمومايتومز. طبعا اللي مش فاكر يرجع يفكر نفسه تاني. كان في lateral to this paraxial mesoderm ده اللي هو intermediate plate mesoderm او intermediate mesoderm، وكلنا نفاكرين لما خدنا intermediate mesoderm ده قلنا هو ده المسؤول عن renal system development. طيب هل كان في نوع تالت من الميزوديرم؟ يس، الموست lateral structure of the intra-embryonic mesoderm اللي كنا بنسميه lateral plate mesoderm اللي انقسم الى somatic mesoderm and splanchnic mesoderm. طيب كل ده ما يهمنيش خالص الا الجزء الintermediate اللي هو ليس paraxial وليس lateral plate. انا يهمني الintermediate mesoderm. As you see this intermediate mesoderm هو اللي هيدي بعد كده development to the nephrotome or nephrogenic structures or urogenital structures. تمام؟ يبقى إذا قبل ما أبدأ الديفلوبمنت اوف ذا كيدنيز لازم أعمل ريفريشمنت لمعلوماتي عن الانترا امبريونيك ميزوديرم اللي كان بيتكون في الثيرد ويك اوف بريجنسي، وأفتكر إن هو اتقسم إلى باراكزيال ميزوديرم تو جيف سومايتس، أند ذيس سومايتس ووز ديفايدد أو وير ديفايدد إنتو سكليروتومز أند ديرمومايتومز. Lateral to this paraxial mesoderm on either sides I have intermediate plate mesoderm and more laterally and laterally I have the lateral plate mesoderm. تركيزي النهاردة عن النيفروجينيك mesoderm اللي هو اسمه ايه؟ intermediate mesoderm. Very good. Okay؟ طيب يا ترى intermediate mesoderm ده how it can be differentiated to form our kidneys؟ هتلاقي ان احنا عندنا حاجة اسمها renal systems during the intrauterine life. يبقى انا ما عنديش مجرد كده renal system طلع وقام مدي كيدنز وخلاص. No, it's stages of development. These stages of development are the renal systems. بطلق عليها كلمة renal systems.
وهذه الرينال سيستمز هم ثلاثة اللي انت سمعت عنهم اتنين في عنوان المحاضرة في الاول خالص من شوية، اللي هو البرونيفروس والميزانيفروس او برونيفروس اند ميزونيفروس، التالت اسمه ميتانيفروس. طب تعالى كده نتعرف على اساميهم عشان يبقوا سهلين على ودننا. The first system to appear in the development of the kidney is called pronephros. وطبعا كلمة برو معناها ما قبل، يعني مقدمة كده للديفلوبمنت اوف ذا كيدنيز. This pronephric system is the first kidney to appear in the beginning of the fourth week and develops in the cervical region of the embryo. يبقى البرونيفريك سيستم بعرف عنه 3 key information، مش عايز اكتر من كده. هو الفيرست كيدني تو ابير، وبتظهر امتى؟ في الفورث ويك اوف بريجننسي، جاست افتر فولدنج او افتر ذا ثيرد ويك كمان، اللي كان فيه الديفرنشيشن اوف ذا انتر امبريونيك ميزوديرم، وبيحصل له ديفلوبمنت في السيرفايكال ريجن اوف ذا امبريو. وهنشوف صوره دلوقتي تورينا فين البرونيفروس بالظبط. After the pronephros I have the second system to appear which is mesonephros. Mesonephros is the second kidney to appear and develops in the thoracic and the upper lumbar regions of the embryo. يبقى البرونيفروس اول كيدني تظهر، وهنعرف بعد شوية هي هتفانكشن ولا نوت فانكشنينج، يعني ليها وظيفة ولا ملهاش وظيفة. بس اهم حاجة اعرف ان البرونيفريك سيستم هو اول سيستم بيظهر، وبيظهر في الفورث ويك اوف بريجنسي in the cervical region of the embryo. مع اختفاء هذا البرونيفروس لما يبدأ يختفي يظهر لي overlapping system تاني بعديه على طول اسمه ميزونيفروس. هذا الميزونيفريك سيستم is the second kidney to appear and develops in the thoracic and the upper lumbar regions of the embryo. وفي حين هذا الميزونيفروس ما بيبدأ يختفي يظهر عندي third system اللي اسمه الميتانيفروس. الميتانيفروس is the third kidney to appear and it is the permanent kidney of our adult life. يبقى مين اللي هتكمل معانا علشان تبقى كيدني فعلا وتبقى urinary system is the metanephros اللي بتظهر تالت واحدة after pronephros and mesonephros. كل system من دول يبدأ يضمحل يظهر اللي بعده، كل system من دول يبدأ to degenerate يظهر اللي بعده. So the metanephros will appear in the fifth week of pregnancy and develops in the lower lumbar and the sacral regions. يبقى شايف التدريجة جاية ازاي؟ هنشوف لها صورة دلوقتي للتلاتة سيستمز بأماكنهم. عايز اقول لك بقى شوية معلومات بسيطة، ان كلهم بيحصل لهم development من الميزوديرم of the intermediate cell mass، والكلام ده انا لسه مأكد عليه في السلايد اللي فاتت، ان انا اهتمامي كله in this video or in the development of the renal system هيكون منصب على ال intermediate mesoderm او الميزوديرم of the intermediate cell mass. اوكي؟ The pronephros is not functioning in humans. يعني في فصيلة الهيومنز أو فصيلة البني آدمين اللي زينا there is no function of the pronephros، هي بس بتظهر علشان تأذن بظهور السيستمز التانية وبتختفي leaving no important structures، وهنشوفها دلوقتي. So it's not functioning. Regarding to the mesonephros، هذه الميزونيفروس هتدي حاجات شبه النيفرونز، شبه ال functional unit of the kidney، وهتبقى more or less functioning، ولكن هذا الفانكشن هيكون until the establishment of the metanephros او الاستابليشمنت اوف ذا بيرمننت كيدني. يبقى انا عندي كيدني مش هتبقى فانكشننج خالص ان ذا هيومن اللي هو البرونيفريك سيستم، وكيدني ثانيه هتبقى فانكشننج اب تو ليميت اللي هي الميزونيفريك سيستم، هتبدا تبقى فانكشننج until the establishment of the metanephros. واحده ثالثه اللي هي هتبقى بيرمننت كيدني in our adult life، وهي اللي هتبقى permanent معانا و functioning طول العمر، اللي اسمها metanephric system اللي هي ال permanent kidney. تمام؟ نبص كده على السلايد دي بصة أخيرة، عرفنا الأسامي الثلاثة برو وميزو وميتا. Yes, very good. In this video بالتحديد أو in this part I will concentrate on pronephros and mesonephros only، وبعدين هخصص another part اللي هو the second video will be for metanephros. اوكي؟ عرفنا دلوقتي الفيديو ده هناخد فيه ايه؟ جميل، ندخل بقى على تفاصيل كل واحد، بس قبل ما اتكلم عن تفاصيل كل واحد هبص بصة على هذه longitudinal picture of the embryo. اول صورة شفتها في الفيديو كانت TS، لكن ده longitudinal section او longitudinal picture
after complete folding. هفكرك ان دي الجات تيوب اللي هناخدها في الدايجستيف سيستم ديفلوبمنت، فور جات وميد جات وهايند جات، اخر حاجه في الهايند جات كان اسمها كلاوكا. هفكرك ان دي منطقه الانترميديت ميزوديرم. زي ما انت شايف معايا I have three systems. سيستم موجود في السيرفايكال ريجن اوف ذا امبريو وبيضمحل عشان يظهر بعديه سيستم تاني وبعدين يظهر سيستم تالت. يبقى اول سيستم اللي كان موجود في السيرفايكال ريجن اوف ذا امبريو كان اسمه ايه؟ كان اسمه برونيفروس اور برونيفريك سيستم، رقم واحد اتكتبت لك اهي، بيظهر في الفورث ويك اوف ذا بريجنسي ان ذا سيرفايكال ريجن اوف ذا امبريو اند ات از ذا فيرست سيستم تو ابير. The second system is the mesonephric system. Mesonephros بيظهر في ال thoracic and the upper lumbar regions of the embryo. السيستم التالت بص معايا تحت كده اسمه metanephric system اللي هو باللون الاسود ده. This is the metanephric mesoderm. هذا ال metanephric system is the permanent kidney and appears in the fifth week of pregnancy in the lower lumbar and sacral regions of the embryo. تمام؟ كده عرفنا خلاص الثري سيستمز. الصورة اللي على اليمين دي تطور لده، عايز اقول لك ان اللي فوق ده فيستيجيال برونيفريك سيستم، بيبدا يختفي يضمحل عشان يظهر بعديه الميزونيفريك سيستم وبعدين يظهر الميتانيفريك سيستم اند سو. واضح جدا الميتانيفريك سيستم دي هي اللي مديها شكل الكيدني اللي احنا عارفينها، اوكي؟ لكن بقيه السيستمز ار نوت بيرمننت كيدنيز. تمام يا شباب؟ يبقى دلوقتي احنا جاهزين to go through each renal system with its or with its structures and with its details. Okay شباب؟ So this is our first renal system which is pronephros. فكرني ايه معلوماتك عن البرونيفروس حتى الان؟ اه يا دكتور it is the first kidney to appears in the fourth week of pregnancy. موجودة في cervical region of the embryo. دلوقتي بقى هنتكلم على شويه ديتيلز. يا ترى في السيرفايكال ريجون ان فرونت اوف ويتش سومايتس بالظبط، يعني موجوده جنب انهي سومايتس اوف ذا باراكس زي الميزوديرم بالظبط، تمام؟ وعددهم قد ايه اند سو اون. قال لك في الفورث ويك اوف بريجننسي ذا انترميديت ميزوديرم اوف ذا سيرفايكال ريجون فورم 7 سيل كلاسترز. 7 تعالى نعد كده 1 2 3 4 5 6 7. هذه السيلولار كلاسترز التجمعات من الخلايا بنسميها نيفروتومز، نسبة إلى النيفروجينيك ستراكشرز أو النيفروجينيك سيستم اللي هو الرينال سيستم يعني. هذه الـ 7 cell clusters موجودين في السيرفايكال ريجن اوف ذا امبريو بالتحديد opposite somites from number 7 to number 14، وده معناه إن البرونيفريك سيستم إلى حد ما يعتبر سيجمنتال سيستم، يعني قصاد كل سومايت هتلاقي فيه كلاستر اوف سيل، يعني قصاد مثلا السومايت رقم 7 مثلا هتلاقي فيه كلاستر اوف سيل اوف نيفروتومز، قصاد 8 هتلاقي فيه كلاستر اوف سيل. يعني انا لو حبيت ارسم سومايتس هنا ممكن ارسم سومايتايا قدام كل سيل كلاستر هتطلع صح. يبقى اذا انا عندي 7 كلاسترز قصاد 7 سومايتس من رقم 7 ل 14 تقريبا ان ذا سيرفايكال ريجن. اوكي طيب وبعدين قال لك كل نيفروتون من السبعة كلاسترز دول هيتحول الى horizontal structure and this horizontal structure will gain canal or will be canalized عشان يتحول الى tubules. وبما اننا في البرونيفريك سيستم هنسميها برونيفريك tubules. طب عايزين صوره تبين الكلام ده يا دكتور من عينيا. ادي 7 cells of clusters شايفهم 1 2 3 4 5 6 7. كل كلاستر منهم عملت horizontal growth وقامت واخده كنال او حصل لها نوع من الكنالايزيشن، حصل لها نوع من التجوف فبقت دكت، فبقى عندي برونيفريك تيوبيول. برونيفريك تيوبيول اهي and this is برونيفريك تيوبيول and this is برونيفريك تيوبيول. What is the fate of these برونيفريك تيوبيولز؟ قال لك البرونيفريك تيوبيولز دي بمنتهى البساطه ميديالي هتلاقيها open into the intraembryonic cavity عادي. ميديالي بتفتح في الانتراامبريونيك سيلا مفيش مشكله، لكن مش بتعمل جلوميريولوس ولا بتعمل بومنز كبسول ولا ليها اي حاجه من الحاجات دي because it is not functioning. فهي كل الحكايه ان الميديال اند بتاعتها هتبقى فاتحه عادي خالص في الانتراامبريونيك سيلا no problem. But regarding its lateral ends will grow
and unite with each others. اللاترال اند بتاعت التيوبول دي تتحد مع اللاترال اند بتاعت التيوبول اللي تحتها and so on تتحد مع اللاترال اند اوف تيوبول اللي تحتها and so on. بص تلاقيهم كلهم فتحوا in a common duct, فتحوا in a common duct called the pronephric duct, called pronephric duct. اوكي هذه البرونيفريك داكت على الناحية اليسار وزميلتها التانية اللي موجودة على الناحية اليمين, كلنا عارفين ان احنا عندنا two kidneys on either sides, فعشان كده three renal systems دول هيبقوا موجودين on two sides, واحد يمين واحد شمال. So the برونيفريك داكت بتاعت الناحية دي مع زميلتها اللي موجودة الناحية التانية هينزلوا ويفتحوا في الكلاوكا زي ما انت شايف, كل الداكت دي هتنزل تفتح في الكلاوكا. What is the cloaca? It is the lowermost and expanded part of the hind gut. اللي هي ال hind gut tube. ماشي يا شباب؟ يبقى كل اللي أنا عايزك تعرفه عن ال pronephros إن هم سبعة cells of clusters formed in the cervical region of the embryo in front of somites from number 7 to number 14. Okay? Each cell cluster will elongate to form what's called pronephric tubules. هذه التيوبيولز كل تيوبيول الميديال اند بتاعتها تفتح في السيلوميك كافيتي عادي واللاترال اند ويل يونايت ويذ ايتش اذرز تو فورم واتس كولد برونيفريك داكت. اند ذا رايت برونيفريك داكت اند ذا ليفت برونيفريك داكت الموجودين على الناحيتين هينزلوا يفتحوا فين؟ ان ذا كلاوكا. تمام؟ فيري جود. وات از ذا فيت اوف ذا برونيفريك سيستم؟ اول برونيفريك سيستم ويل ديسابير. Will be vestigial and disappear, leaving no remnants except the duct بتاعتهم. The duct بتاعتهم مش هتختفي, لا ده هتطول كده عشان يتحول اسمها وتستقبل ال openings بتاعت الميزونيفريك سيستم اللي بيتكون بعدها على طول. بص معايا كده على الصورة الجميلة دي. لما بيبدأ البرونيفريك سيستم يضمحل كل الكلاسترز بتختفي, ولكن بيتبقى جزء من البرونيفريك duct علشان تستقبل الاوبننجز بتاعت الميزونيفريك تيوبيولز. اوكي ويبقى اسمها بعد كده ميزونيفريك داكت. يبقى كل البرونيفريك سيستم اللي هي البرونيفريك تيوبيولز اند سيل كلاسترز اند سو اون ويل ديسابير اكسبت ذس داكت اللي هيتحول اسمها الى ميزونيفريك داكت عشان تستقبل فتحات الميزونيفريك تيوبيولز اللي هتتكون دلوقتي, وبرضه هتلاقيها رايحه تفتح في الكلاوكا زي ما احنا ما حصلش اي مشكله. Okay, so this was all about the pronephric system, which is not functioning in the human. Okay, ما بيعملش أي حاجة لأنه بس بيسيب الدكت بتاعته اللي بيبقى اسمها بعد كده ميزونيفريك دكت. Okay, what about the mesonephros? فاكر إيه أنت معلوماتك عن الميزونيفروس؟ والله يا دكتور أنا فاكر إن هي برضو بتتكون بس second kidney to appear بعد البرونيفروس, وبتبقى موجوده في الثوراسيك اند ابر لامبر ريجنز. قال لك بص بقى الانترميديت سيل ماس بتاع مين؟ بتاع الثوراسيك اند ابر لامبر ريجنز اوف ذا امبريو فورمز 70 ميزونيفريك تيوبولز. طبعا مش هنقعد بقى نعد 70 بقى 70 ميزونيفريك تيوبولز. هذه ال 70 ميزونيفريك تيوبولز ار بريزنت اوبوزيت سومايتس فروم نمبر 14 تو 28 اونلي. يعني تقريبا السبعين ميزونيفريك تيوبيولز دول متزنقين ومتجمعين قصاد 14 سومايت بس, اللي هي السومايتس من رقم 14 لرقم 28. يبقى معنى كده ان الميزونيفريك سيستم ما اقدرش اقسمه according to the number of سومايتس. البرونيفريك سيستم كان عندي سبعة في السيرفايكال ريجون قصاد السومايتس من رقم 7 ل 14. كنت ممكن اقول والله الكلاستر دي موجودة قصاد السومايت دي, الكلاستر دي موجودة قصاد السومايت دي and so on. لكن هنا عندي 70 ميزونيفريك تيوبيول ما اقدرش اقول والله قصاد كل سومايت في كام تيوبيول. So there is no relation between the mesonephric tubules number and the number of somites that it's developed in front of it. اوكي تمام مش عايزك تتلخبط, انا بتكلم على السومايتس هنا رغم ان السومايتس از باراكزيا الميزوديرم, بس انا بقول لك بما ان البيبي بيبقى سيجمنتد بالسومايتس دي وببقى شايف يعني السلسله بتاعت السومايتس كده على ظهره اقدر اقول لك بالظبط المكان بتاع كل رينال سيستم فين. يبقى انا هنا بستخدم السومايتس از لاند مارك ان انا بقول لك ان الانترميديت ميزوديرم اللي بيدي الرينال سيستم بيتكون في المنطقه دي من البيبي قصاد السومايتس اللي رقمها كذا وكذا. يبقى انا هنا بستخدم السومايتس اونلي از لاند مارك عشان بس
حدش اختلط عليه الامور، ويقول لي الدكتور بادئ الفيديو بانه يقول ان الرينال سيستم از انترميديت ميزوديرم، هو جايب لنا السومايتس دلوقتي اللي هي باراكسيال ميزوديرم. نو اي ام يوزنج ذا سومايتس از لاند ماركس اونلي، ان بقول لك والله البرونيفروس موجود في السيرفايكال ريجن اوف ذا امبريو. تقوم انت تقول لي ايوه فين يعني في السيرفايكال ريجن؟ اقول لك روح دور على السومايتس من رقم 7 ل 14 هتلاقيه جنبه. طيب الميزونيفريك سيستم بيكون ان ذا ثوراسيك اند ذا ابر لامبر ريجنز، فين بالظبط يا دكتور؟ في الثوراسيك والابر لامبر ريجنز. روح دور على السومايتس من نمبر 14 ل 28 هتلاقي الميزونيفريك سيستم جنبه. فهمتوني؟ فيري جود. طيب تعالى بقى نمسك كل تيوبيول من ال 70 ميزونيفريك تيوبيول دي ونقول شكلها هيبقى عامل ازاي. بص معايا كده، انا هنا واخد تي اس ان ذا امبريو تي اس، وباصص على ميزونيفريك تيوبيول واحده من ال 70، وخلي بالك ان الميدل لاين بتاع البيبي فيه دورسال اورطا، الناس اللي فاكره الامبريولوجي اوف ذا كارديوفاسكولار سيستم، وكان كل ميزونيفريك تيوبيول رايحه تفتح لاترالي في الميزونيفريك داكت اللي كانت نازله طويله لونها ازرق ورايحه تفتح في الكلاوكا فاكرنا. انا بقى مسكت تيوبيولاي واحده من ال 70 تيوبيولز دول. قال لك كل ميزونيفريك تيوبيول هتكبر بالعرض بس مش هتبقى just tubule زي البرونيفريك tubule. No, it will be S shape. هيبقى ما هتطول هتاخد حرف الاس زي ما انت شايف كده. It will be S shape. الجزء من هذا التيوبيول اللي ناحية الميديال سايد اوف ذا امبريو اللي قريب من الدورسال اورطا will gain or acquire glomerulus. هيحصل angiogenesis كده and formation of blood vessels، فيبقى يتكون what's called the glomerulus، وده شبه النفرون اللي احنا متعودين عليه وعارفينه in the kidney. اوكي okay؟ يبقى الميديال اند بتاعتها اول ما تلاقي الجلوميرولس كده هتتحور وتعمل واتس كولد بومنز كبسول، اما اللاترال اند بتاعتها هتفتح عادي خالص في الميزونيفريك داكت. ايه ده؟ سبحان الله، كان قدامي نفرون بتاع الادلت كيدني. هو انت نسيت اما قلت لك ان الميزونيفريك سيستم از فانكشنينج سيستم انتل ذا استابليشمنت اوف ذا بيرمننت كيدني؟ يبقى مادام هيحدث له وظيفه ومادام هيشتغل لمده معينه على ما البيرمننت كيدني تطلع، يبقى لازم الميزونيفريك تيوبولز تعمل حاجه شبه النفرون صغنططه كده، بس من غير بقى كونفوليوتد تيوبولز ولوبو فينل والكلام ده، هو يا دوبك بومنز كبسول عند الجلوميرولس والديستال اند تروح تفتح في الميزونيفريك داكت وخلاص وخلصنا على كده. وبمرور الزمن ستتحول هذه الميزونيفريك داكت الى واتس كولد وولفيان داكت. وولفيان داكت ايه ده؟ ده احنا هنخش كمان في الديفلوبمنت اوف ذا ريبرودكتيف سيستم. يس، ذا ديفلوبمنت اوف ريبرودكتيف سيستم وهتشوف بعد شويه از كلوزلي ريليتد تو ذا ديفلوبمنت اوف ذا رينال سيستم، عشان كده في بعض الكتب بتسميه ديفلوبمنت اوف ذا يوروجينيتال سيستم. لكن بما اننا بندرس الرينال سيستم في الموديولار سيستم الحديث منفصل، فانا عامل لكم الديفلوبمنت اوف ذا رينال سيستم منفصل لوحده. اوكي بص معايا بقى، ركز معايا على التيوبيول اللي باللون الاحمر، هي دي الميزونيفريك يا شباب، هي دي الميزونيفريك سيستم. كان عندي 70 ميزونيفريك تيوبيول، 70 ميزونيفريك تيوبيول، شايفينهم؟ هم دول اللي انا كبرت لك واحده منهم في السلايد اللي فاتت، وقلت ان الميديال اند هتبقى عامله زي بومنز كبسول وتكتسب جروميلرس جايه من بلاد فيسلز خارجه من الدورسال اورطا او انجيوجينيسيس، وقلت لك انها لاترالي هتفتح في الميزونيفريك داكت، والميزونيفريك داكت دي هيبقى اسمها الولفيان داكت، هيتحول اسمها الى وولفيان داكت. ليه حولت اسمها الى وولفيان داكت؟ علشان with further development حصلت حاجه مهمه جدا، حصلت حاجه مهمه جدا in the middle of the second month. in the middle of the second month يعني مثلا ممكن نقول في الاسبوع الايه مثلا، يعني نقول مثلا الاسبوع الخامس مثلا، لما هتبدا بقى البيرمننت كيدني تظهر، في حاجه غريبه حصلت في الميزونيفريك، هي ما اختفتش. طب بص، ده قال لك هيطلع منها اوفويد اورجان اون ايذر سايدز اوف ذا ميدل لاين. شايفين الاورجان البيضاوي ده؟ هو ده الجينيتال ريدج، هو ده الجينيتال ريدج، يبقى هيظهر معايا واتس كولد جينيتال ريدج، اللي المفروض بعد كده يدي تيستس او اوفريز اكوردنج. يعني قال لك بص بقى عندي المنظر دلوقتي، جينيتال ريدج موجود ميديالي اند لاترال تو ذس جينيتال ريدج الميزونيفريك داكتس اللي بقى اسمها وولفيان داكتس، ومنساش انها نازله تفتح برضو في الكلاوكا، منساش ان الولفيان داكتس دي
هي اللي كان اسمها ميزونيفريك داكت، هي اللي كانت على امتداد البرونيفريك داكت ورايحه برضو تفتح في الكلاوكا زي ما احنا. اوكي فيري جود. يبقى اذا الميزونيفريك سيستم ده الميزونيفريك تيوبولز هتتحور وتعمل نفرون صغنطط كده، كل تيوبولاية هتعمل لها نفرون صغنطط عشان تعمل فانكشن كده ترانزيانت فانكشن لحد ما تتكون البيرمننت كيدني. ولكن الوظيفة الأساسية لهذه الميزونيفريك سيستم إنها تدي جينيتال ستراكشرز أو ريبرودكتيف ستراكشرز. بص معايا كده، الميزونيفريك سيستم هيدي ستراكشرز إن ميل أند ستراكشرز إن فيميل. خلينا نركز على الميل. طب يا ترى الميزونيفريك سيستم ده كان له تيوبيولز اللي هم عددهم 70 ورايحين يفتحوا في داكت اللي اسمها ميزونيفريك داكت او اللي بقى اسمها وولفيان داكت، صح؟ يا ترى التيوبيولز هتدي ايه؟ بص بقى الصوره تحورت ازاي. لو كان هذا البيبي ميل فالوولفيان داكت ويل بي اكتيفيتد علشان ال 70 تيوبيول اللي هم الميزونيفريك تيوبيولز دول يدوا الفازا افرينشيا اللي خارجه من التستس وذ ذا هيد اوف ذا ابيديدمس. طيب امال بقى الولفيان داكس نفسها هتعمل ايه؟ تكمل بقى السكه، هتدي البودي اند تيل اوف ذا ابيديدمس. اند وات از ذا كونتينيويشن اوف ذا تيل اوف ذا ابيديدمس؟ ها فاكرين طبعا الريبرودكتيف سيستم، وخدناه كمان في الجنرال امبيرولوجي، وفي ناس اكيد خدوا الريبرودكتيف موديول. فقال لك بعد التيل اوف ذا ابيديدمس هيبقى فيه الفاز ديفرنس، والفاز ديفرنس هيروح يتقابل مع السيمينال فيزيكلز عشان يدي الايجاكولاتوري داكتس اللي بتروح تفتح في البروستاتيك بارت اوف ذا ميل يوريثرا. وكأن الميزونيفريك سيستم از فيري فيري سيجنيفيكانت ان ذا انترنال ريبرودكتيف اورجانز اوف ذا ميل. ايه ده؟ ده بيدي الفازا افرينشيا اللي بتستقبل السبيرمز فروم ذا تيستس، وبيدي كمان الابيديديمس وذ اتس بارتس هيد بودي اند تيل، وبيدي الفاز ديفرنس. ومش بس كده، ده بيدي كمان السيمينال فيزيكلز اللي بتتحب مع الفاز ديفرنس عشان تديني الايجاكولاتوري داكت. ات از فيري امبورتنت، ده تقريبا هو اللي بيكون كل التيوبولار سيستم بتاع الميل ريبرودكتيف سيستم، هو اللي بيكون الانابيب اللي بتمشي فيها السبيرمز في الميل ريبرودكتيف سيستم. امال في الفيميل هيحصل ايه؟ قال لك في الفيميل برضو عندي ميزونيفريك تيوبولز اللي عددهم 70 وميزونيفريك داكتس اللي بقى اسمهم وولفيان داكتس، واحده يمين واحده شمال، صح؟ قال لك التيوبيولز هتدي حاجه اسمها ايبو اوفرون وبارا اوفرون، يا دوبك كده تو امبيرولوجيكال ريمننس موجودين في البرود ليجمنت اوف ذا اوفري. لو تفتكروا البريتونيوم بتاع الدايجستيف سيستم والبريتونيوم اوف ذا اوفري، هتعرف في حاجه اسمها برود ليجمنت. من ضمن الكونتنتس اوف ذيس برود ليجمنت كان تو امبريولوجيكال ريمنانس اسمهم ايبو اوفرون وبارا اوفرون، زوائد كده مالهمش وظيفه. اما الدكت نفسها زي ما انت شايف برضو مضمحله، شايف منقطه ازاي؟ تدي حاجه اسمها جارتنرز دكت، واحده كده يمين واحده يسار على جانبي الفاجينا اند يوترس اسمهم جارتنرز دكت، كلها ممرات فيستيجيال، كلها ريمنانس امبريولوجيكال ريمنانس مالهاش وظيفه سيجنيفيكانت. يبقى الواضح قدامي ان الولثيان دكتس كانت very significant in males but it's not significant at all in females. في المقابل المولاريان داكتس are very significant in female بدليل ان هم اللي بيدوا الفالوبيان تيوبز and uterus and the upper part of the vagina. اوكي يبقى اذا خلاصة الاول عايز اقول لك ان انا كان عندي ميزونيفريك تيوبولز اهي، بعدها لك تاني، هذه الميزونيفريك تيوبولز طولت بالعرض كده ميديالي، عملت بومنز كبسول واكتسبت جروميرولاي and laterally open into the mesonephric ducts. okay and this mesonephric ducts after the formation of the genital ridge تحول اساميهم وبقى اسمهم wolfian ducts عشان يبقوا very significant in male genital system. ادي الwolfian ducts. بالنسبة للmesonephric tubules in male هيدوا الفازا افرينشيا اند هيد اوف ذا ابيديدمس وبعض الزوائد الخاصه بالابيديدمس. اوكي اما بالنسبه للولفيان داكت اللي كان اسمها ميزونيفريك داكت اللي نازله تفتح في الكلاوكا بيهايند ذا يورينري بلادر، هتديني بقيه الابيديدمس وذ ذا فاز ديفرنس وذ ذا سيمينال فيزيكلز اند ايجاكولاتوري داكت. وهنا صوره مكبره للتستس اند ابيديدمس عشان اقول لك ان ده الابندكس اوف ذا ابيديدمس وان ده
برضو امبريولوجيكال ريمننت كده اسمه باراديديمس، حاجه جنب الايبيديديمس يعني، زائده كده عادي خالص. وان دي اسمها ابيرنت داكتيولز. هنعرف طبعا الكلام ده ان شاء الله كله لما ناخد الاناتومي اوف ذا ريبرودكتيف سيستم، ولكن الخلاصه ان عايز اقول لك ان الميزونيفريك سيستم از فيري سيجنيفيكانت ان ميلز، ولكن ان فيميلز it disappears more or less completely, leaving paraophron and apoophron to embryological remnants beside the ovary and Gartner's ducts to embryological remnants on either sides of the uterus and the vagina. Okay? يبقى إذا الصورة دي بتعرفك إن ال Wolfian duct اللي هو كان mesonephric system is very significant in males and not significant in females. أما بالنسبة لل Mullerian duct system هو ده اللي very important in females وملوش importance in males. Okay? It's very nice picture and very nice illustration. يبقى إذا يا شباب أنا كده عرفت إن ال pronephric system disappears completely وبيسيب لي two ducts بس. ال mesonephric system ما أقدرش أقول إنه disappears completely. No. It's very important in male reproductive system. ممكن يكون مش مهم في الفيميل ريبرودكتيف سيستم، but it's very important in male reproductive system. وقبل ما بيختفي مهم جدا في حاجه كمان اللي هي ليها علاقه بالموضوع اللي بشرحه اصلا اللي هو development of the kidneys. قال لك اللور اند اوف ذس ميزونيفريك داكت، بص بتطلع ايه؟ بتطلع اليوريتريك بود. The lower end of the mesonephric duct قبل ما تخش في الكلاوكه بتطلع لي اليوريتريك بود، بتطلع البرعم المسؤول عن الـ development of the ureter، بتطلع البرعم المسؤول عن الـ invasion of the metanephric tissue حتى تأذن بالـ formation of the permanent kidney. ومش بس كده، بما انها رايحة تفتح خلف اليوريا بلادر بالمنظر ده او خلف الكلاوكة اللي هيبقى اسمها يوريا بلادر بعد كده بطريقة او باخرى هقولها لك في الفيديوز القادمة، هتديني منطقة في اليوريا بلادر اسمها trigone present on the posterior wall of the urinary bladder. وهنعرف التفاصيل دي ان شاء الله لما نيجي نتكلم عن الديفلوبمنت اوف ذا urinary bladder، ما تشغلش بالك بيها دلوقتي. ولكن اللي عايز اقول لك فيه ان الميزونيفريك سيستم ده عكس البرونيفروس خالص. البرونيفروس اختفى ما سابش حاجه، ما كانش امبورتنت خالص ات اول، يا دوبك ساب بس التو داكتس دول اللي استقبلوا الميزونيفريك سيستم بعد كده. اما الميزونيفروس از فيري امبورتنت في حاجتين، هو اللي بيدي اليوريتيريك بود عشان يأذن ببداية الميتانيفريك سيستم، عشان الورتيريك بادي تعمل انفيجن للميتانيفريك سيستم وتخلق لي البيرمننت كيدني. ومش بس كده، ده الميزونيفريك سيستم مهم كمان في الاورجانز اوف ذا ميل ريبرودكتيف سيستم، واظن انت شفت بيدي تقريبا كل الكوندكتنج سيستم اوف ذا ميل، كل الممرات اللي بيمشي فيها السبرم، فازا افرينشيا وبيديدمس وفاز ديفرنس اند ايجاكولاتوري داكت، ومعاهم كمان السيمينال فيزيكلز. اوكي؟ وكده يا شباب زي ما انت شايف to be continued معناها ان كفايه عليكم جدا في الفيديو ده النص ساعه دي اللي اتكلمنا فيها على اول two systems in the development of the kidneys اللي هو البرونيفروس وعرفنا الفيت بتاعه، الميزونيفروس وعرفنا الفيت بتاعه. معانا ان شاء الله مع الفيديو القادم عشان نتكلم عن الميتانيفروس او البيرمننت كيدني، واتمنى ان شاء الله ان الموضوع يكون illustrative وسهل وتبقوا متشوقين ان انتوا تكملوا الحكايه معانا. إلى أن نلتقي إن شاء الله لتكملة الحكاية، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.